بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد وبعد الرضا. كثير من الأخوان يسألني في البث أو في التعليقات كيف أفرق بين الذكر والأنثى في الحجر المتشابه. ما تبدأ تفرق بين الذكر والأنثى إلا من سن 8 أشهر وفوق. الطريقة الأولى هو الأضمن، الأرجل. طبعا في الأرجل يطلع في الذكور بروز كعب في الأرجل الثنتين، أما الأنثى ما يطلع فيها شيء، وإن طلع نادرا يطلع مع كبر العمر وغير بارز. أما الطريقة الثانية فيها في الصوت، دائما الأنثى صوتها مفحوح وخافت ونادر تغرد أو تغني، أما الذكور فهي صوتها قوي وتغرد على مدار 24 ساعة تقريبا. الطريقة الثالثة هي في الجسم والرأس. الذكر دائم جسمه أكبر ورأس أعرض من الأنثى، ونادر أحد يفرق بين الاثنين بحكم أنها متشابهة والأحجام متقاربة من بعضها. عجبك المقطع؟ سوي لايك وشير.